المشهد خالد على الميدان يشبه الأيام السابقة لناحية الاستهدافات المتبادلة، ولكنها خفيفة جدا أو أقل بكثير مما كنا نشهده قبل أيام. ولكن أشير إلى أنه منذ حوالي 5 دقائق أطلق صاروخ باتجاه موقع الراهب الذي هو خلفنا تماما. هذا الموقع الآن الدخان تلاشى يعني عن هذا الموقع، ولكن هو أيضا في سجل أو في من المواقع المنتشرة على طول الشريط الحدودي، والتي عادة ما يقوم حزب الله باستهدافها في إطار العمليات التي يقوم بها إسنادا لغزة، ليست من العمليات الاستراتيجية التي عادة ما يقوم بها كرد على أي اغتيال يحصل. أيضا منذ بعض الوقت استهدف حزب الله موقع المنارة تجمعا لجنود إسرائيليين على موقع المنارة. منذ دقائق أيضا أغار الطيران الحربي على بلدة شيحين، وكان في ساعات الصباح غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركيلا بصاروخين، بالإضافة إلى قصف مدفعي كان طال بلدتي ميس الجبل والنقورة. غير ذلك يعني هذه هي مجمل التطورات. كانت كل ساعات الصباح والظهيرة هادئة جدا، منذ بعض الوقت حصلت هذه الاستهدافات، ولكنها تعتبر من الاستهدافات التي عادة ما تحصل من قبل الطرفين يوميا، وليس الاستهدافات المتوقعة أو التي تأتي في إطار الرد على أي عملية. ترقب إذن للرد الإسرائيلي المرتقب طبعا في ظل مخاوف من اللبنانيين من طبيعة هذا الرد وكيف سيكون، وإن كان سيكون بضربة محدودة أم سيكون أشمل. كانت ساعات الليل أيضا شهدت، أو ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى، شهدت سلسلة من الغارات على بلدات حدودية كفركلة والخيام وطير حرفة، وأيضا على بلدتين في محيط مدينة صور، هما البرج الشمالي والعباسية، بالإضافة إلى غارة في البقاع الشمالي بصاروخين بين بلدتي شمسطار وطرية. كل تلك الغارات كانت ردا على صواريخ حزب الله التي كان أطلقها يوم أمس قبل أن تحصل أو قبل أن يسقط الصاروخ في مجد الشمس. وتلك العمليات التي كان قام بها 7 عمليات تحديدا باتجاه ثكنات ومواقع إسرائيلية، ردا على مقتل 4 عناصر من حزب الله في غارة كانت استهدفت فركلة يوم أمس. إسرائيل كان من المتوقع بأن ترد على هذه الصواريخ، ولكن جاءت حادثة مجد الشمس لتؤخر هذا الرد إلى ساعات الليل. الرد على عملية مجد الشمس لم تحصل حتى هذه الساعة. حزب الله لا يزال على موقفه وإصراره بأنه ليس هو من أطلق هذا الصاروخ، في ظل طبعا إصرار مقابل لإسرائيل بأن الحزب هو من أطلق هذا الصاروخ، طبعا مع مخاوف اللبنانيين من أن تتمسك إسرائيل بهذه الذريعة لتشن حربا على لبنان، كان بعض الإسرائيليين يطالب بها منذ بداية الحرب في 8 أكتوبر على جنوب لبنان. لذلك الآن طبعا هناك ترقب وسط استمرار المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدبلوماسية مع المسؤولين اللبنانيين في محاولة لخفض التوتر في جنوب لبنان، مع التأكيد دائما على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 الذي يقول لبنان دائما بأن إسرائيل هي التي تنتهكه، في حين أن لبنان ملتزم بكافة حذافيره. لذا الآن يعني طبعا هي الأجواء ترقب لما ستحمله الساعات المقبلة وكيف سيكون هذا الرد على لبنان، خصوصا وأن لبنان يعني لا يمكن أن يتحمل أي حرب، ومن هنا كانت تزداد هذه المخاوف، وأيضا لأن اليوم هي المرة الأولى التي يشعر بالفعل فيها اللبنانيون بخطر بحرب حقيقية أو تداعيات أي حرب ممكن أن تحصل على لبنان. نهدي يوسف مراسلة العربية من الحدود الجنوبية اللبنانية، شكرا جزيلا لك.